أحسن الله إليكم. الأخت عين راء من القصيم تقول: ما حكم اختلاط النساء مع الرجال في أماكن العمل وغيرها مثل الطبيبات والأطباء والجامعات وغيرها؟ هذا أمر محرم، الاختلاط بين الرجال والنساء أمر محرم في أي مكان، حتى في أماكن العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخروهن، يعني في الصلاة مع الرجال أخروهن من حيث أخرهن الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها شرها أولها، بينما خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه، وكانت النساء يصلين معه منعزلات عن الرجال ومتحجبات أيضا، كأنما على رؤوسهن الغربان. لما أنزل الله آية الحجاب خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان، وهو السواد، سواد الخمر التي لبسناها واحتجبنا بها. فلا يجوز الاختلاط. فإذا كان هذا لا يجوز في موطن العبادة، في موطن العبادة، فإنه لا يجوز في غيره من باب أولى، في المستشفيات أو في مقاعد الدراسة أو في الأسواق أو غير ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الفساد، وسيلة إلى وقوع الفاحشة وتفشيها في المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما عمل المرأة فليس من الضروري أنها تختلط بالرجال، تعمل في المجال الذي يليق بها، تعمل في محيط النساء وفي أعمال النساء، وهي كثيرة: في الطب تطبب النساء، في التدريس تدرس النساء، في الحرف تعمل الحرف التي تليق بالنساء، وهكذا.